مكان يا مكان، يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في جزيرة بعيدة وفي قلب المحيط كانت عايشة سمكة صغيرة اسمها سموكة. كانت عايشة مع مامتها في قلب المحيط. مامتها كانت بتحبها جدا وكانت بتخاف عليها جدا جدا جدا، وكانت دايما تنصحها بأنها ما تنزلش لقاع البحر لأن قاع البحر فيه مخاطر كتير. مامة سموكة كمان كانت بتنصحها ما تطلعش على وش المية لأن ممكن أي طائر مفترس يأكلها أو ممكن تتعرض لخطر الصيادين. سموكة كانت شقية جدا وكانت دايما بتعترض على كلام مامتها. وفي يوم من الأيام وسموكة بتلعب قعدتها حست بالملل وقالت لنفسها أنا لازم أنزل وأبص على القاع بنفسي، هبص بصة وأطلع تاني على طول. لكن سموكة أول ما نزلت لقاع البحر فضلت تروح هنا وهناك وسرحت، وفجأة لقت نفسها قصاد وحش من وحوش البحر، القرش المغرور. والقرش المغرور ما كانش بيحب يشوف أي سمكة تقرب منه، أي سمكة بتقرب منه لازم يأكلها. وأول ما القرش المغرور شاف سموكة هجم عليها وكان عايز يأكلها. سموكة خافت جدا وطلعت تجري والقرش بيجري وراها. فضلت سموكة تصرخ بأعلى صوتها وتنده على مامتها. في الوقت ده مامة سموكة لما سموكة اتأخرت كانت بتدور عليها وقالت أكيد سموكة ما سمعتش الكلام ونزلت القاع. وفي اللحظة دي مامة سموكة سمعت سموكة وهي بتنده عليها، جرت بسرعة عشان تلحقها ولقت في وشها القرش المغرور. اتخضت مامة سموكة لكن فكرت بسرعة وقالت للقرش استنى يا قرش، انت بتجري ورا سموكة ليه؟ انت ما تعرفش ان صديقها القرش القوي؟ القرش المغرور اتغاظ جدا وقال لها مفيش اقوى مني في المحيط. مامة سموكة قالت له لا فيه، تحب تشوفه؟ القرش المغرور قال لها طبعا اشوفه، ده انا هاكله كمان بسناني. مامة سموكة قالت له طب تعالى ورايا. مامة سموكة كانت عارفة مكان فيه مراية كبيرة جدا. خدت القرش المغرور لمكان المراية، ولما راحت عند المراية قالت للقرش المغرور اتفضل اهو القرش القوي. واول ما القرش المغرور شاف انعكاس صورته في المراية فكر فعلا ان فيه قرش قوي قصاده، وجرى بكل قوته وخش في المراية. في الوقت ده خدت مامة سموكة سموكة وجروا بسرعة. سموكة اعتذرت لمامتها وقالت لها انا اسفة يا ماما، انا هسمع كلامك وما انتش هعمل اي حاجة الا لما استشيرك. وهنا بتنتهي قصتنا النهاردة، وتوتة توتة فرغت الحدوتة. اشوفكوا في قصة جديدة من قصص وحكايات عمو صلاح. تصبحوا على خير.